ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ربطات للكوتشي. الكوتشي ده 1 2 3 4 5 ست فتحات، ست الناحية دي وست الناحية دي. فالربطات اللي هنعملها ليه تنفع مع الكوتشي اللي بست فتحات. ماشي، هنبدأ. أول حاجة هنمسك الخيط كده بتاعنا الرباط من 2.5 متساويين، ونمسكهم جنب بعض بالشكل ده وندخلهم من ناحية واحدة كده. دول من فتحة ودول من فتحة على ناحية واحدة، ونشده اوكي. ونقوم طلعين الخيط الاولاني ده هون الناحية الاولانية مع اللي قصده اهو. ناخد بالنا في الرباطات اللي بالشكل والحاجات دي، بتحتاج ان ايه نعدل الخيط معانا ونشوف عدلته ازاي ما يبقاش ملوي يعني. وادي الناحية التانية في الفتحة اللي قبله، تمام كده. نيجي من للاولاني نعدله كده وندخله في الفتحة اللي بعدها بالشكل ده. ونعدله برضو، ناخد بالنا من انه يبقى معدول. والخيط التاني في الفتحة اللي بعدها اهو في نفس الاتجاه كده. وبعدين الاولاني اهو في الفتحة اللي قبله اهي. والتاني في الفتحة اللي قبله. بنشتغل دايما بالاول للاول، ماشي اهو. ننفذ ده تحت كده ونعدله. والفتحة اللي بعده على طول ده الخيط الاولاني برضو، وده الخيط التاني كده. انا وصلت الفتحة عندي، هقوم واخدة الخيط الاولاني مدخلاه في الفتحة اللي قبله، واقوم مدخلاه تاني هو في الفتحة الاخيرة معايا كده. فهيبقى الكوتش بالشكل ده، الربط بالشكل ده. يا رب تكون عجبتكم، يا رب الشرح يكون واضح. ماشي، خليكم معانا لاخر الفيديو، هنقول ربطات تانية كتير. ومتنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. واللي بتشترك واللي بتشوف الفيديو معانا لاول مرة ياريت تدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس. خليكي معانا، هنقول كمان ربطة وربطتين وتلاتة للكوتشي اللي بست فتحات. هنعمل دلوقتي الربطة اللي بعد كده. هنمسك الخيطين بتوعي، الخيط بتاع الرباط بتاع الكوتشي اهو، وهطبقهم وهدخلهم الاتنين من الفتحة اللي قدام كده، واحدة الناحية دي وواحدة الناحية دي، هدخلهم مع بعض واقوم شدهم بحيث يبقوا متساويين، الطرفين متساويين على قد ما اقدر اهو. مشدة كده، واخد بالي ان ما يوربش مني، اعدله اهو تمام كده. الرباط معايا متساوي، وهمسك الرباط الاولاني اهو لناحية ايدي اليمين، ادخله كده من هنا في الفتحة اليمين اوكي. وبعدين اقوم مودياه للفتحة اللي ناحية ايدي الشمال، تمام. وبعدين الخيط التاني اهو انفذه من الفتحة اللي بعدها، يعني الفتحة دي نفذ فيها الخيط من الفتحة التانية اللي مش منفذ منها حاجة اهو، تمام. واقوم منفذاه من الفتحة اللي قصاده اهو. امسك الخيط الاولاني ننفذه من تحت كده، واقوم مدخله ده الخيط منه ادخله في الفتحه الثانيه اللي ما فيهاش حاجه اهو كده. واقوم منفذاه نفس الخيط من الفتحه اللي قصده، تمام. اجي بقى اللي بعد كده في نفس السطر، هو مطلع من هنا
انفذه في الفتحه الثانيه اللي ما فيهاش حاجه الفاضيه اهو كده. هاجي هنا الخيط ده اهو الفتحه دي فيها انفذه من الفاضيه اللي بعدها كده تمام. اجي لدي الفتحه اللي قصدها اقوم منفذاها ومطلعاها من الفتحه اللي فيها تمام كده. اجي بقى شوفوا شكلها كده اوريها لكم لسه فاضل فيها خطوه واحده صغيره كده مفيش خيط نافذ من تحت خالص هما بس رايح كده ومفيش اي حاجه باينه من الخيط من تحت. اجي بقى في اخر الفتحات ده اهي واخده لناحيه ايدي اليمين مطلعاه مدخله كده من ناحيه من بره من الفتحه ديت اللي فيها الخيط في الاخر دي تمام كده. واقوم مدخلها جوه كده والناحيه دي اقوم منفذاها الكوتش التاني الفتحه التانيه اقصد اهي واخليهم فوق بعض كانهم خيط واحد اهي بس اهي شكلها بقى في الاخر. دي اللي بيحب الربطه دي بس بتضايقه الجزء الخط اللي تحت اللي بيبين اهي تمام. ننقل للربطه اللي بعدها نيجي للربطه اللي بعد كده. يا رب الربطات اللي فاتت تكون عجبتكم. اللي لسه متابعنا مع في الفيديو يا ريت ما ينساش يدوس لايك اذا الفيديو عجبه يعني ومستمر لحد دلوقتي فيا ريت ما يبخلش عليا باللايك والشير. ولو اول مره بتشرفينا في القناه او بتشرفنا في القناه يا ريت ما تبخلش علينا بالسبسكرايب اللي هو زر الاشتراك تدوس عليه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. الرابطه الجديده المره دي هدخل معلش قصدي من جوه يعني اهو هقوم مطلعه الخيطين بتوعي من جوه كده ادي واحد وادي الفتحه الثانيه اهي من هنا كده واحاول اخليهم متساويين واخد بالي اعدل الخيط بتاعي بقى حفظنا علشان الربطات دي بتحب الخيط المعدول. اوكي هاجي بعد كده هقوم مدخله كل خيط في الخرم اللي بعده اهو ده كده في اللي بعده والتاني برضو في اللي بعده تمام كده هيبقوا الاتنين بقوا جوه اهم. اوكي هقوم واخده الخيط اللي الناحيه دي في الفتحه اللي قبله هنا كده اهي والخيط ده في الفتحه اللي قبله برضو اهو واقوم واخده كل خيط تاني في الفتحة اللي جنبه اهي على طول علشان يرجعوا جوه تاني وبعدين برضو في الفتحة اللي قصده من هنا الفاضية اللي ما فيهاش خيط والخيط تاني برضو في اللي قصده اللي ما فيهاش خيط اهي الفاضية تمام كده. عملت 2 اكس واقوم واخده الخيط ده في الفتحه اللي بعده هردهم لجوه اهو والخيط اللي بعده كده ارده برضو لجوه خلاص كده تمام. شوف شكلها كده يا رب يكون عاجبكم اهو شكلها حلو انا بحب الربطه دي بصراحه اهي. طيب استمروا معانا في اخر الفيديو ربطات تانية كمان وكمان هتعجبكم وهتعجب ربطة جديدة. دلوقتي هاخد الرباط بتاع الكوتشي اطبقه على بعضه مساوي كده امسكه من هنا اطبق كده اهو وهقوم جاية من
كل طرف في ناحية في نفس الناحية من فتحة مختلفة. ادي الاولاني من هنا وادي التاني من هنا، تمام، واقوم شدهم الاثنين مرة واحدة اهو، تمام كده. وبعدين هدخل كل طرف في الفتحة اللي قصده، ده هنا كده وده هنا كده في الفتحة اللي قصده. اوكي، التزم بان في خيط واحد اهو وخيط اتنين، همسك الرقم واحد ادخله في اول فتحة فاضية اهي، وبعدين همسك طرف اتنين ادخله في اول فتحة فاضية اهي، تمام كده. وهقوم جايبة الخيط رقم واحد مدخلاه هنا في اول فتحة فاضية برضو، ونمرة اتنين في اول فتحة فاضية برضو، نمرة واحد اقوم عاملاه كده في اول فتحة فاضية، ونمرة اتنين في اول فتحة فاضية، تمام كده. همسك نمرة واحد ادخله في اول فتحة فاضية، وبعدين في نفس نمرة واحد نفسه ادخله في الفتحة اللي فاضلة معايا كده اهي، هي دي الربطة اللي بعد كده. يا رب تكون حلوة وعجباكم. هو ده شكلها. هنعمل ربطة جديدة دلوقتي. الربطة دي محتاجة بس شوية تركيز عشان فيها حركة صعبة كده حبتين، انا مرات برضو بتلخبط فيها. هنبدأ الاول نطبق برضو الخيط بتاعنا او الرباط بتاعنا بالتساوي كده نصين، وكل طرف من دول هندخله في فتحة اهو كده من جوه. هنبدأ الربطة دي بتاعتنا من جوه اهي، ادي واحد وادي الناحية التانية اهي، تمام. ونقوم شدين مع بعض كده علشان يطلع متساوي، وناخد بالنا ان الخيط يبقى متظبط مش ملوي مننا. ماشي، ادي الخيط اللي ناحية ايدنا اليمين وادي الخيط اللي ناحية ايدنا الشمال. هنمسك كل خيط، ادي الخيط اللي ناحية ايدنا اليمين، هنفوت الفتحة الاولانية ده اهي وهندخل في الفتحة التانية. ماشي، هندخلها من بره، من بره كده. نعدل الخيط بتاعنا كده، هنفوت واحدة وندخل في التانية اهي. وبرضو دي اللي على ايدنا الشمال هنفوت فتحة وندخل في التانية برضو من بره بالشكل ده. اديتنا علامة كروس كبيرة اهي. اوكي، هنمسك الخيط اللي على ايدنا الشمال ونقوم راجعين بيه خطوة في الفتحة الفاضية ده اهي كده، في نفس الصف في نفس الناحية اهي. والخيط اللي على ايدنا اليمين نرجع بيه برضو خطوة من جوه برضو وفي نفس الصف، تمام كده. نمسك الخيط اللي على ايدنا اليمين، ندخل في الخيط في الناحية التانية بقى في الفتحة اللي بعده على طول من غير تفويت اهو كده. والخيط اللي على ايدنا الشمال في الفتحة اللي بعدها على طول اهي كده من الناحية التانية من بره بالشكل ده، تمام. هنيجي بقى نمسك الخيط اللي على ايدنا اليمين، نرجع بخطوة لورا في الفتحة اللي بعده على طول اللي قبله على طول اهي كده. ماشي، تمام كده. ونيجي برضو نفس الحركة نعملها مع الخيط اللي على ايدنا الشمال، هنرجع بخطوة لورا كده، تمام. وهنمسك اللي على ايدنا اليمين في الفتحة دي الفاضية اهي
من الناحية التانية، والعلقة من الشمال برضو نفس الموضوع. تمام، هنمسك الخيط نرجع بخطوة برضو اهي عشان نعمل كروس كمان، والتاني برضو نرجع بيه خطوة ونعمل كمان كروس اهي. والتانية برضو نعمل بيه نفس الكروس اهي. يا رب تكون واضحة، هي شوية بتلخبط بس هي في الاخر نتيجتها جميلة اهي. بصوا استنى نشوفها. يا رب تكون عجبتكم، يا رب تكون قربت المره دي جميله. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، احنا لسه مكملين بالفيديو بتاعنا، ما تسيبوناش لاخر الفيديو، فيه ربطات تانية جميله. استمروا معانا في المشاهده. يا رب تعجبكم، وقولوا لنا في الكومنتات ايه اكتر ربطه عجبتكم، وايه اكتر ربطه صعبه مش صعبه تعملوها. ربطه جديده وشكلها هيكون حلو برضو ان شاء الله. هنطبق الرباط بتاعنا نصين كده، وهندخله في الكوتشي من جوه، كل طرف في فتحة، ادي فتحة وادي الناحية التانية هنربطها، هندخلها اقصد في الفتحة التانية كده. تمام، وهنشدهم بحيث يكونوا متساويين، وناخد بالنا من الرباط ما يبرمش مني. هنيجي في الناحية اليمين. في الناحية اليمين اهي هنفوت فتحتين، واحد اتنين، وندخل في التالتة من بره بالشكل ده. تمام، وبنفس الخيط اللي بنشتغل فيه نقوم داخلين في الفتحة اللي بعده كده من جوه. تمام، ونقوم راجعين بيه للفتحة الفاضية اللي هنا من بره اهو كده. عملنا بيه كده خطين، نيجي بنفس اللي احنا شغالين بيه لسه ما نسيبهوش، ندخله في الفتحة التانية الفاضية ده اهي بالشكل ده، وبعدين نقوم طالعين بيه على اخر فتحة هنا كده من بره، بحيث يبقى الخيط جوه كده اخره لجوه. تمام، هنمسك الخيط التاني اللي في الاول ده الاول ايه، قبل ما نمسكه كده ونفوته من تحت الخيط اللي في النص، هفوته من الخيط اللي في النص، اللي في النص ده افوته من تحته كده. مش اول فتحة فاضية في الصف التاني اقوم املاها من بره كده اهو. تمام، همسكه الفتحة التانية اهي اللي جنبه على طول في نفس الصف، اطلع منها واقوم واخداه افوته عكس بقى الخيط اللي هنا، الخيط اللي هنا فايت من فوق انا افوت من تحت كده، وبعدين من فوق وبعدين من تحت عشان يديني في الاخر شكل الشبكة اهو. اتفقنا، هندخل في اول فتحة فاضية كده اهي من بره، وبعدين ندخل في الفتحة الفاضية اللي جنبه كده، نطلع منها علشان نروح للفتحة دي، دي اخر فتحة فاضية عندنا، نفوت عكس الخيط اللي جنبنا ده، فايت من هنا تحت يبقى افوت من فوق وبعدين تحت وبعدين فوق كده، وبعدين من بره كده ادخل في اخر فتحة عندي كده، وبكده الربطة بتاعتي دي خلصت. نشوف شكلها كده،
عملت منظر الشبكة. تمام كده، ما تنسيش اللايك والشير، ولو اول مرة بتدخلوا قناتنا ما تنسيش تفعلي زر الجرس، زر السبسكرايب، وتدوسي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. لسه